السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة، وربنا يوفقكم يا رب في الكلية والدنيا تبقى تمام معاكم. معاكم زميلكم حسين ياسر، فرقة 5. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن محاضرة أو سيكشن بسيط اسمه تريتمنت أوف بيبتيك ألسر، جزء الفارماكولوجي بتاع البيبتيك ألسر تريتمنت. تمام. هو الداتا بتاعته هي الداتا بتاعت المحاضرة، فإن شاء الله الحاجات اللي أنتم ما فهمتوهاش في المحاضرة تقدروا تفهموها في الجزء بتاع البراكتيكال ده. قبل ما نبدا المحاضره يا شباب، عايزين ندعي لزمايلنا اللي توفاهم الله بالرحمه، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويسكنهم في سيحة جناته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وما تنسوش يا شباب دعاء لاهلنا في غزه، ربنا يربط على قلوبهم يا رب وينصرهم ويرحم شهدائهم. قبل ما نبدا المحاضره يا شباب، هنقول حاجات بسيطه خالص كده عن البيبتيك ألسر قبل ما نبدا التريتمنت بتاعها. البيبتيك ألسر ديت هي ايه؟ هو ديزيز بيحصل بسبب لوس اوف الانتجريتي اوف ميوكوزا بتاع اوف الجي اي تي. طيب المفروض ان الميوكوزا بتاعت الجي اي تي بتبقى ماشيه بارلل جنب بعضها كده، تمام. لما يحصل لوس للانتجريتي بتاعتها كده يحصل ايروجن، فيحصل الالسريشن، فتحصل البيبتيك ألسر. تمام. طيب ايه الحاجات اللي تمنع ان البيبتيك ألسر دي تطلع اصلا؟ حاجات اسمها ميوكوزال ديفنس. ايه الميوكوزال ديفنس ده؟ ميوكوزال ديفنس ده ممكن يكون ميوكس بيطلع علشان يحمي الجدار، او بايكربونيت حاجه قلويه تمنع الحموضه، او الانتجريتي بتاع الميوكوزال سيلز نفسها، يعني الميوكوزال سيلز نفسها ان هي لازقه في بعضها خالص كده بتمنع ان حاجه زي الاتش سي ال تتخلل الحتت دي وتخش جواها. طيب افرض ان الانتجريتي دي باظت، ان الانتجريتي بتاعه الميوكوزال سيلز دي حصل ديفكت وحصل خلل بينهم كده، حصل ايروجن، ال HCL يروح جاي داخل جوه. طب ال HCL لما يخش يعمل ايروجن اكتر واكتر 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 واكتر، فتحصل لي الالسر، وهو ده الباثولوجي بتاع الالسر. انجري للميوكوزال بارير، تمام، يعمل بريك ديفيوجن لل HCL، فيحصل لي ميوكوزال ألسريشن. طيب الالسر دي احنا قلنا يا شباب الالسر دي اشهر حتت فيها ايه؟ الالسر اللي هي القرحه، يقول لك يا اما القرحه في المعده، يا اما في الاثنى عشر، يا في الاستومك، يا في الفيرست بارت اوف ديودينم. طيب القرحه دي بتحصل ليه؟ المفروض في كفتين يا شباب، الكفه الاولى اللي هي الكفه الحلوه اسمها ميوكوزال بروتكتيف فاكتورز، والكفه الثانيه اللي هي الكفه الوحشه اسمها اجريسيف فاكتورز. طيب ايه الاجريسيف فاكتورز اللي بتبوظ الالسر وبتخلي الالسر تزيد؟ الاتش سي ال، حموضه المعده، البيبسين، الانزيم اللي بيهضم البروتين اللي بينزل في المعده، الاتش بايلوري، ودي عدوى بتحصل في المعده فبتزود الالسريشن. تاني حاجه الميكوزال بروتكتيف فاكتور اللي هي الكفه، كفه الخير اللي هي البروستاجلاندز، وهنفهم ليه، والميوكس والباي كربونيت. اي لاين اوف تريتمنت يا شباب لاي دواء في الجي اي تي بالاخص، كمان ان انا اما عيان بيجي لي انا بقول له على طريقين اتنين. اول طريق هتاكل ايه؟ هتشرب ايه؟ تمشي ازاي في حياتك؟ تمام. تاني حاجه التريتمنت، اللي الدواء اللي انا هكتبه له. طيب اول حاجه هي النون دراج تريتمنت، هقول للعيان ايه؟ هقول للعيان ارتاح واهدى وما تبذلش مجهود كتير، وقف التدخين عشان التدخين ده بيبوظ الالسر اكتر وبيمنع الهيلينج بتاع الالسر. الدايت بتاعك بلاش تاكل سبايسز علشان السبايسز دي بتزود الاتش سي ال وهي ماده اريتنت اصلا. حاول تقلل الاريتنت اللي بتعمل اريتيشن للجي اي تي زي الكافيين، زي الالكحول، زي الاسبرين، زي الانوميثازين. تمام. كل الحاجات دي جنرال لازم العيان يمشي عليها علشان الدراج اللي انت تديه له يبقى افكتيف. طيب نيجي للدراج تريتمنت بتاع العيان ده. الدراج تريتمنت بتاع العيان ده عشان افهم ادي ادويه ازاي، لازم افهم الاتش سي ال ده بيطلع ازاي. تمام. انا عندي في التركيب الهيستولوجي بتاع الاستومك في سيل اسمها بارايتال سيل، وفي حاجة اسمها جي سيل، في حاجة اسمها دي سيل. الدي سيل بتقلل ال اتش سي ال، ديكريز اتش سي ال. تمام. الجي سيل بتطلع حاجة اسمها جاسترين، والجاسترين ده بيزود ال اتش سي ال. وفي سيل اسمها انتيرو كروموفين سيل بتطلع حاجة اسمها هيستامين. تمام. وده بيعمل استيميوليشن للبارايتال سيل تطلع ال اتش سي ال. تمام. طيب انا دلوقتي كلت، هيحصل استيميليشن للاستومك، الاستومك بتتغذى بايه؟ بالفيجاس، الفيجاس يروح جاي نازل عامل استيميليشن للانتيرو كروموفين سيل،
ويعمل استيميليشن للجي سيل، تمام؟ هيعمل استيميليشن ليهم عن طريق ايه؟ اسيتايل كولين. جميل جدا، النواقل العصبيه. الاسيتايل كولين ما يعمل استيميليشن للانتيروكروبافين سيل، هتطلع الهيستامين. الهيستامين يروح يعمل استيميليشن للبارايتال سيل عشان تطلع الاتش سي ال، يروح يعمل استيميليشن للجي سيل عشان تطلع الجاسترين، اللي يعمل استيميليشن للاتش سي ال، تمام، للبارايتال سيل عشان تطلع الاتش سي ال، تمام. طيب الاتش سي ال هيطلع ازاي؟ الاتش سي ال هيطلع ازاي بقى؟ المفروض ان الاتش سي ال ده بيطلع بروتون اللي هو الاتش موجب، والكلورايد اللي هو السي ال سالب. طيب الاتش موجب اللي هو البروتون ده بيطلع من حاجه اسمها بروتون بامب، مضخه الهيدروجين. طب مضخه الهيدروجين ديت ما بتشتغلش ببلاش، علشان تخرج هيدروجين لازم انت تاخد فديه. ايه الفديه اللي هتاخدها؟ هتلاقي بره بوتاسيوم، فتروح جايه واخده البوتاسيوم مدخلاه جوه. طيب البوتاسيوم دخل جوه، هيلاقي مين العاجز التاني اللي قاعد مستنيه؟ الكلورايد. طيب البوتاسيوم اما يلاقي الكلورايد هيروح جاي شايله ويروح جاي خارجه بره. طيب كده الكلورايد خرج والاتش خرج، فهتكون لي حاجه اسمها اتش سي ال اللي هو حمض المعده، تمام. طيب ديت كده الاتش سي ال بيطلع ازاي؟ ديت ايه؟ الكفه الشر اللي بتطلع. طب كفه الخير اللي هي طبقه الميوكس، في حاجه اسمها ميوكوزا، صح يا شباب؟ الميوكوزا بتطلع الميوكس. طب الميوكس ده هيطلع ازاي؟ في حاجه يا شباب اسمها كوكس 1. كوكس 1 ده السايكلو اوكسجيناز 1 ده بيطلع حاجه اسمها بروستاجلاندينز، اللي هي بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2، اللي هي البروستاجلاندينز دي يعني، تمام. البروستاجلاندينز دي بتروح تعمل حاجتين اثنين، تعمل استيميليشن للميوكوزا عشان تطلع الميوكس اللي هو الحاجه الحلوه اللي بتحمل المعده، وتعمل انهيبيشن للبارايتال سيل فما تطلعش الاتش سي ال فتحمل المعده زياده، تمام. متفقين؟ متفقين. طيب انا حصلت لي دلوقتي قرحه وعايز اقلل الكفه، كفه الشر، وازود كفه الخير. انا هقلل كفه الشر ازاي؟ ممكن امنع الارسالات اللي تيجي من الفيجاس اصلا، فادي ايه؟ ادي انتي كولينرجيك، صح؟ صح. او امنع الحاجات اللي تطلع من الانتيرو كروموفين سيل اللي هي الهيستامين، اسمها او وقف الريسبتور بتاعتها، اسمها ايه؟ اتش 2 بلوكر. حلو قوي. واحد تاني هيقول لي لا في حاجه حلوه احلى، اللي هي ايه؟ هقفل المضخه بتاعت الهيدروجين اصلا، حاجه اسمها بروتون بامب انهيبيتور، تمام. في حد يقول لي لا انا هزود الميوكوزا البروتكتيف بارير، هزود الميوكس والبايكربونيت والحاجات الحلوه دي. هتزودها ازاي؟ هتزودها بحاجه اسمها بروستا جلاندين انالوج، يعني حاجات شبه البروستا جلاندينز، تروح تعمل استيميليشن للميوكوزا وتروح تعمل انيبيشن للبارايتال سيل علشان الميوكس يطلع والبايكربونيت يطلع والاتش سي ال يقل، فالدنيا تظبط معايا والالسر تخف، تمام. كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه يا شباب التريتمنت بتاع البيبتيك السر. احنا قلنا التريتمنت بتاعها ماشي ازاي؟ دراج تريتمنت ونون دراج تريتمنت. النون دراج تريتمنت قلناه هتخف السبايسز وتوقف التدخين والكلام الحلو ده كله. الدراج تريتمنت بقى في حاجات تمنع السكريشن بتاع الاتش سي ال اللي احنا قلناهم ورا، الشاطر يقولهم لي بقى بالترتيب كده، جدع. اتش 2 بلوكر، انتي كولينرجيك دراجز، او بروتون بامب انهيبيتور، قفلت المضخه نفسها. طيب حد تاني هيقول لي لا في فكره تانيه، انا هخلي الاتش سي ال يطلع بس هنزل له حاجه تعمل له تعادل، اللي هي حاجه قلويه تعمل تعادل للاتش سي ال، تعمل نيوتراليزيشن للاتش سي ال ده. هقول لك كلام جميل. في حد تالت هيقول لي لا انا هزود كفه الخير، حاجه اسمها ميوكوزا البروتكتيف ايجنت زي البروستاجلاندين انالوج. حد رابع هيقول لي في حاجه اسمها كيمو ثيرابيوتيك ايجنت. كيمو ثيرابيوتيك يعني حاجه بتعالج، حاجه مضاده حيوي كده تعالج. طيب انا دي الحاجات دي بستخدمها في ايه؟ الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت دي، احنا مش قلنا من اسباب البيبتيك السر ان هي تحصل بسبب الاتش بايلوري، صح ولا لا؟ صح. طب الاتش بايلوري مش ده اورجانيزم يا جدعان، لازم يتاخد له مضادات حيويه، كيمو ثيرابيوتيك ايجنت. جميل، هنتكلم على الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت دي في الاخر. طيب الانتي سيكريتوري دراجز قلنا زي ايه؟ اتش 2 ريسبتور انتاجونست، بروتون بامب انهيبيتور، اند انتي كولينرجيك دراجز.
الانتاسيدز هنقولهم بالتفصيل ان شاء الله. الميوكوزا البروتكتيف ايجنت حاجه زي هناخد اللي هناخدهم ان شاء الله الساكرال فيت والبيسماس كومبوننت والبروستاجلاندين انالوج. البروستاجلاندين ايه؟ انالوج. تمام. الميوكوزا البروتكتيف ايجنت دي بتشتغل زي الميوكس بالظبط، اهم حاجه ان انا اكون طبقه عازله على الالسر تمنع الاتش سي ال انه يوصل للالسر دي ويبهدلها لي زياده، وتزود الهيلينج بتاع الالسر كمان. تمام، يبقى هي بتعمل حاجتين، بتزود الهيلينج بتاع الالسر وبتعمل ميكانيكال بارير بتفصل الالسر عن الاتش سي ال، اللي بتمنع الاتش سي ال انه يوصل لها، فتخلي الالسر نظيفه والالسر تهيل بسرعه. والكيموثيرابيوتيك ايجنت قلنا ان هي بتصادف اجينست الايه؟ الاتش بايلوري، وباذن الله دي هنقولها في اخر المحاضره. هنبدا باول حاجه اللي هي الانتي سيكريتوري دراجز. هنبدا باول اثنين واقوى اثنين وهم الاتش 2 ريسبتور انتاجونيست والبروتون بامب انهبيتور. طيب الادويه كتير قوي في المحاضره دي، كتير قوي، فهنسكمهم مع بعض كده. بصوا يا شباب، اي حاجه اتش 2 بلوكر، اتش 2 بلوكر وانت مغمض، اي حاجه اخرها مقطع اسمه تيدين. تمام، عايز تقول حسيني تيدين، انا معاك، دي اتش 2 بلوكر. تمام، اي حاجه بقى صايمي تيدين، روني تيدين، فامو تيدين، نيزا تيدين، يعني لو جات لك اي صوره في الامتحان الماده الفعاله فيها بتنتهي بمقطع تيدين، يبقى ديت وانت مغمض اتش 2 بلوكر. تمام. طيب بالنسبه للبروتون بامب انهبيتور البي بي اي، اي حاجه بتنتهي بمقطع اسمه برازول، زي الأومي برازول، لانسو برازول، رابي برازول، بنتو برازول، اسمه برازول. تمام، يبقى أي حاجة بتنتهي بمقطع تيدين اتش 2 بلوكر، أي حاجة بتنتهي بمقطع برازول بروتون بامب انهبيتور. طيب بيشتغلوا ازاي يا عم الحاج الاتنين دول؟ قال لك طب ما احنا لسه قايلين هارا، طب قولهم اللي انت بقى. ايه الاتش 2 بلوكر بيعمل ايه؟ بينهبت ال H2 الهيستامين انه يوصل للريسبتورز بتاعته، بيقفل الريسبتورز بتاعت الهيستامين اللي موجوده في البرايتال سيلز. تمام، طب في حاجه اسمها الفاموتيدين، ده بيقفل لي الريسبتورز دي، بيقفلها لي خالص، بيقفل الريسبتورز دي خالص. تمام. ال H2 بلوكر قلنا ان هي بتقفل الريسبتور بتاع الهيستامين اللي موجود فين؟ في البرايتال سيل. تمام. فبتمنع ايه؟ بتمنع الهيستامين انه يطلع، فيحصل استيميليشن للبرايتال سيل ان هي تطلع الاتش سي ال. طيب في دواء فشيخ اسمه فاموتيدين، فاموتيدين فشيخ، بيعمل ايه؟ بيمسك في الريسبتور ما بيسيبهوش خالص. تمام. يبقى الفاموتيدين causes irreversible H2 blockage. تمام. طيب ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع البروتون بامب انهبيتور؟ يا جدع ده من اسمها بروتون بامب انهبيتور، بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للبروتون بامب، بيمنع الهيدروجين انه يخرج ويحصل له سكريشن فيكون الاتش سي ال. تمام. قلنا ان هي بتنهبت حاجه اسمها بوث فاستنج اند ميل ستيميليتد سكريشن، مالكش دعوه بالجمله دي، بس افهم لي بس ان هي بتعمل بلوكج للفاينل كومن باث واي اوف اسيد سكريشن اللي هو البروتون بامب. تمام. ده الدواء الكوماند بتاع ال اتش سي ال سكريشن، اللي بيمنع الاتش سي ال سكريشن خالص. تمام يا جدع، ده بيمنع حوالي 90 ل 98% من الاتش سي ال اللي بيطلع على مدار ال 24 ساعه. تمام. طيب في ادويه من البروتون بامب انهبيتورز دي اسمها بانتوبرازول واسمه برازول، الدوين دول اخوات قوي 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 قوي. تمام. موجودين في المستشفى على هيئه اي في، وطبيعي ان الاي في بيبقى شورتر ان اكشن اند رابيد، يعني بيكون رابيد اكشن وشورت ديوريشن كمان. تمام، عن الاورال 1، لانه هو مش بيحتاج ابزوربشن، هو بيتاخد على طول في الدم. تمام، ودي معلومه انتوا خدتوها في جنرال فارماكولوجي، يعني معلومه ملهاش اي لازمه. البانتوبرازول والاسم برازول الاي في لهم شورتر اكشن عن الاورال 1. تمام. نيجي للي بعد كده، انا عايز اعرف، علشان البروتون بامب انهيبيتور ده دواء مهم جدا جدا جدا، فانا عايز اعرف الفارماكو كاينتكس بتاعته. يعني ايه الفارماكو كاينتكس؟ فارماكو كاينتكس يعني الدواء، الجسم بيعمل ايه في الدواء. طيب الجسم بيعمل ايه في الدواء؟ الدواء ده بيبقى موجود في حاجه اسمها ويك بيز برو دراج. يعني ايه الكلام ده؟ ويك بيز يعني قلوي ضعيف، برو دراج
يعني مش بيبقى في الاكتف فورم بتاعته، هو بيوصل للانتستين، وركز معايا في كلمه الانتستين دي مش في الاستومك، بيوصل للانتستين والانتستاينال فلورا بتحوله لاكتف دراج. الاكتف دراج يحصل له ابزوربشن يوصل للبلاد. طبعا لما يوصل للبلاد هيعرف ازاي؟ هو بيحب جدا 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 البرايتال سيل، فيروح للبرايتال سيل ويحصل فيه ايه؟ كونسنتريتد، يحصل له كونسنتريشن ويبقى كونسنتريتد في البرايتال سيلز. تمام. طيب المشكله في ايه بقى في البي بي اي ده؟ ان الاورال بريبريشنز بتاعته بيحصل لها رياكشن، يعني بتتفاعل مع الجاستريك اتش سي ال. ليه؟ عشان هي ويك بيز، هي قلويه، تمام، والاتش سي ال حمضي، فبتتفاعل مع الاتش سي ال ده. لكن هم تغلبوا على الموضوع دلوقتي بطرق كتير مش لازم تعرفوها، تمام، بتمنع ان هو يحصل له ابزوربشن او يحصل له تفاعل مع الاتش سي ال ده ويوصل للانتستين بسلام عشان يبقى في الاكتف فورم بتاعته ويمتص ويوصل للبرايتال سيلز. طيب الدواء دوت قلنا كده الابزوربشن بتاعه، ديستريبيوشن، الميتابوليزم بتاعه بيتكسر فين؟ بيتكسر فين؟ في الليفر. وبيحصل له اكسكريشن فين؟ في الباين. تمام. دواء جي اي تي، جي اي تي يعني ما راحش في اي حته تانية، هو امتص من الانتستين، راح اشتغل خلص شغله، راح للليفر كسره، راح للبايل رمته. تمام. وقلنا ان في دوائين اخوات اسمه برازول وبنتو برازول، الاثنين دول الاي في بريباريشنز بتكون مور رابيد وشورتر ان اكشن ذان اورال وان. تمام. نيجي بعد كده للثيرابيوتيك يوزز، الاستخدامات بتاعتهم. بص يا شباب الاثنين بيستخدموا زي بعض بالظبط، ما عدا في كام نقطه مميزه بس في البروتون بامب انهبيتور، عن الاتش 2 بلوكر. تمام، فاحنا هنثبت سكيما كده. تمام، طيب اكتب ورايا يا عم في الورقه معاك كده، انا مستنيك اهو، تجيب ورقه وقلم واكتب ورايا علشان خاطري، عشان المحاضره مش هتتلم غير كده. ثيرابيوتيك يوزز، استخدامات الاتش 2 بلوكر والبي بي اي، استخدامات عامه كده. ايه بيستخدموا في التريتمنت اوف جيرد، بريفنشن اند تريتمنت اوف جيرد، تمام، تريتمنت اوف بيبتيك ألسر، تمام، بريفنتنج او بريفنشن اوف بليدنج اوف ستريس ألسر اند بورتال هايبرتنشن. تمام. نفهمك بقى يعني ايه. بص يا شباب الاتش 2 بلوكر بتستخدم في البريفنشن اوف الجيرد، بتمنع الجاستروسوفيجال ريفلكس اللي هو ارتجاع المريء، وبتستخدم في علاج البيبتيك ألسر، وبتمنع حاجه اسمها البليدنج بتاع حاجه اسمها بيبت ستريس ألسر والبورتال هايبرتنشن. بص يا شباب صلوا على النبي، الاستريس ألسر دي ده نوع من البيبتيك ألسر بيطلع بسبب الاستريس والحاجات دي، فالاستريس ده بيطلع اسيتيل كولين كتير، والاسيتيل كولين كتير بيزود الاتش سي ال فيعمل استريس ألسر. تمام. طيب ايه البورتال هايبرتنشن ده؟ البورتال ده قصده على البورتال فين؟ الوريد البابي الكبدي اللي بياخد الاغذيه الغذاء من الانتستين يوصله ايه للليفر. تمام، البورتال هايبرتنشن ده يعني الضغط عالي في الوريد البابي الكبدي ده، فالضغط لما يعلى فيه يعمل كونجيشن واحتقان على مستوى الجي اي تي كله، من ضمنه حته اسمها في الاستومك، وحته وفين وفي اخر حته من الاسوفيجاس، بيعمل لي حاجه اسمها دوالي المريء، اسوفيجيال فاريسيس، فدي بتبقى عرضه جدا جدا للبليدنج، والمعده نفسها بتبقى عرضه للبليدنج. تمام، فالاتش 2 بلوكر ده بيمنع البليدنج اللي بيحصل من الاستريس السر والبورتال هايبرتنشن اللي انا لسه مفهمه لكم ده. تمام. نيجي للبروتون بامب انهيبيتور، ايه الحاجات المميزه؟ ان هي مش بتعالج بيبتيك السر بس، هي بتعالج اي بيبتيك السر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي بيبتيك السر يا عم الحاج موجوده في الدنيا، اي سبب بيعالجها البي بي اي. زي ايه؟ اتش بايلوري شغال، نان سترويدال السر حصلت بسبب المسكنات شغال، السر حصلت بسبب ان حصل للعيان ده حاجه اسمها زولينجر ويلسون سندروم، اللي هو حصل تيومر طلع جاسترين بكميات كبيره، فعمل ستيميوليشن للبرايتال سيل تطلع اتش سي ال بكميات كبيره، موجود. فهو بيعالج اي نوع من انواع البيبتيك السر. تمام. طيب هو يفرق ايه بقى كمان؟ يفرق ان هو بيعالج حاجه اسمها نون السر ديسبيبسيا. نون السر ديسبيبسيا يعني ايه؟ نون السر ديسبيبسيا يعني حصلت، يعني الديسبيبسيا دي اللي هو يا شباب انا نفسي مش رايح على ناحيه الاكل، انا نفسي مش رايح على ناحيه الاكل، مش عايز اكل. تمام، وهو مور افكتيف زان الاتش 2 بلوكر.
تمام يا عم الحاج؟ تمام. طيب لو قال لك في الامتحان جاب لك صوره اتش 2 بلوكر، او جاب لك صوره بي بي اي، او جاب لك صوره اي دراج زي السايموتيدين، فاموتيدين، راني تيدين، او اي حاجه من الحاجات دي، وقال لك يا عم الحاج ايه الثيرابيوتيك يوزز بتاعته؟ اول حاجه تريتمنت اوف بيبتيك ألسر، تاني حاجه تريتمنت اوف جارد، تالت حاجه بريفنشن اوف بليدنج فروم ستريس ألسر. اديك كده ضمنت حاجه. تمام. طيب في حاجتين مميزين للبروتون بامب، اللي هم ايه؟ ان هو بيعالج اي نوع من انواع الالسر، اللي هو الالسر حصلت بسبب الاتش بايلوري يعالجها، نان سترويدال يعالجها، جاستريك سكريتنج تيومر يعالجها. طيب بيعالج ايه تاني؟ بيعالج حاجه اسمها نان الالسر ديسبيبسيا. تمام كده خلصنا الثيرابيوتيك يوزز. نيجي بعد كده للسايد افكتس. السايد افكتس بتاعت الاتش 2 بلوكر مفيش حاجه مميزه فيها خالص، يعني بيعمل شويه جي اي تي ابسيت، ممكن يعمل لي دايريه، هيديك، فاتيج، ماليز، ماسل بين، حاجات جنرال جدا. ممكن يعمل لي سي ان اس توكسيسيتي. تمام. الرابيد اي في ممكن يعمل لي برادي كارديا، هو هيباتو توكسيك. تمام. يبقى الاتش 2 بلوكر بيعمل جي اي تي ابسيت، سي ان اس توكسيسيتي، رابيد انتروفينس انفيوجن، ممكن يعمل لي برادي كارديا وهيباتو توكسيسيتي. تمام. البروتون بامب انهيبيتور انا مشكلتهم ايه؟ الدواء ده حلو جدا 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 وقوي جدا وبيمنع السكريشن بتاع الاتش سي ال. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ انا حاجه حلوه طبعا، انا عايز يقلل الاتش سي ال علشان في السر موجوده، بس دي حاجه هتاثر على الحاجات اللي بتحب الاتش سي ال. ايه هم حبايب الاتش سي ال؟ البرولونجد انهيبيشن اوف جاستريك اتش سي ال سكريشن، الانهيبيشن اللي بيحصل من السكريشن بتاع الاتش سي ال هياثر لي على حاجتين بيحبوهم الاتش سي ال قوي، بيحبوا الاتش سي ال قوي، اللي هم ايه؟ بيمنع الابزوربشن بتاع حاجتين بيحبوا الاتش سي ال، اللي هم ايه؟ فيتامينز واير، الفيتامين بي 12 والاير والزنك والكالسيوم. تمام. فممكن العيان يخش لي في اوستيوبوروزس من الكالسيوم ده، او يخش لي في انيميا بسبب الزنك، او الاير يخش لي في انيميا برضو، الفيتامين بي 12 يخش لي في انيميا برضو. تمام. طيب في ادويه بتحب الاتش سي ال اصلا عشان يحصل لها ابزوربشن، زي ايه؟ زي الكيتوكونازول والديجوكسن. وبالتالي لو ان العيان ده بياخد بروتون بامب انهيبيتور ما ينفعش ياخد معاه ديجوكسن او كيتوكونازول. لو عيان بياخد كيتوكونازول او ديجوكسن عنده مشكله في القلب ما ينفعش ياخد بي بي اي، وعرفنا ليه دلوقتي، علشان البي بي اي بيمنع الاتش سي ال سكريشن فيمنع لي الابزوربشن بتاع الديجوكسن والكيتوكونازول. تمام. تاني حاجه هو بيزود الانسنس اوف الانفكشن. هو مش الاتش سي ال ده حاجه حامضيه قويه بتمنع اصلا الجروث بتاع البكتيريا؟ فلما انا اوقف البارير ده او الحاجه الحلوه اللي هنا دي، بالنسبه للشخص الطبيعي دي حاجه حلوه لان هي بتظبط المناعه بتاعه بطنه، لما انا اوقفها مش يحصل انفكشن؟ يحصل. تمام. في دواء اسمه الاوميبرازول، والاوميبرازول ده احنا نطقناه كتير قوي النهارده، الاوميبرازول والبانتوبرازول اللي هما بيتاخدوا اي في، والاي في بيبقى شورت اكشن ورابيد اكشن وشورت ديوريشن. تمام. ودلوقتي بنقول اهو ان الاوميبرازول بينهبت الميتابوليزم بتاع الوارفرين والدايزيبام والفينوتوين. تمام. فبيزود الاكشن بتاعهم. تمام. يبقى الاوميبرازول ده هنجمعه دلوقتي في الصفحه دي ان شاء الله. تمام. هنعيد السايد افكتس كلها الاول وبعد كده هقول لك تكتب ورايا ايه. اول حاجه في السايد افكتس بتاعه الاتش 2 بلوكر قلنا حاجات ايه؟ حاجات جنرال على مستوى الجي اي تي، هيعمل لي جي اي تي ابسيت، ممكن يعمل لي دايريه، ممكن يعمل لي هيدك، ممكن يعمل لي فاتيج، ممكن يعمل لي على مستوى السي ان اس يعمل لي سي ان اس توكسيستي، ممكن يعمل لي برادي كارديا لو اتاخد اي في بسرعه، ممكن يعمل لي هيباتو توكسيستي. طيب البروتون بامب انهيبيتور بتعمل ايه؟ بتبرولونج الانهيبيشن بتاع الاتش سي ال. بيأثر لي على ايه؟ بيأثر لي على الحاجات اللي بتمتص بسببه، زي ايه؟ زي الفيتامين بي 12، زي الايرن، زي الزنك، ودول بيعملوا لي انيميا، زي الكالسيوم فيخش لي في اوستيوبوروزس، هشاشه عظام. تمام. ادويه بتحتاج الاتش سي ال زي الديجوكسين والكيتوكونازول. تمام. يعني لو جالك في الامتحان قال لك عيان عنده القلب، عنده مشكله في القلب وبياخد دواء اسمه ديجيتاليز او ديجوكسين، ينفع انا اديله بي بي اي؟ انت تبقى شاطر وتقول له لا، علشان البي بي اي ده بيمنع السكريشن بتاع الاتش سي ال، والديجوكسين بيحب الاتش سي ال عشان يحصل له ابزوربشن. تمام. تاني حاجه ان هو بيزود الانستنس بتاع الانفكشن، ليه؟ عشان هو بيقلل الليفل بتاع الاتش سي ال. طيب الاوميبرازول بينهبت ايه؟ الميتابوليزم بتاع الوارفرين، ديازيبام، فينوتوين. تمام. يعني لو شخص بياخد وارفرين علشان عنده جلطه ينفع اديله اوميبرازول؟ لا، ما ينفعش. تمام. ليه؟ علشان ده بينهبت الميتابوليزم بتاعهم فيزود الاكشن بتاع الوارفرين، فالشخص ممكن يخش لي في هيموريدج اصلا. تمام
تمام، الاكشن بتاع الورفه النزيف في العيان ده يخش لي في هيموريدج. جميل جدا جميل جدا. هنجمع الحاجات بتاعه الاوميبرازول بقى، ورقه وقلم واكتب ورايا الحاجات بتاعه الاوميبرازول. هي دي الحاجات اللي التجميعات دي هي اللي بتيجي في الامتحان. الاوميبرازول قلنا ان الاي في انفيوجن كويس، ورابيد رابيد اكشن وشورت ديوريشن. تمام تمام. تاني حاجه ان الاوميبرازول ده بينهبت ايه؟ بينهبت الميتابوليزم بتاع تلات ادويه اللي هم الوارفارين والديازيبام والفينوتوين. تمام تمام كده خلصنا الجزئيه بتاعه الاوميبرازول. نيجي بعد كده لدواء تاني من عيله الاتش 2 بلوكر. احنا جمعنا كده واحد من الايه، من البي بي اي اللي هو الاوميبرازول. الاتش 2 بلوكر مش عاجبها الكلام ده، قالت لا لازم في دواء من عندي مهم ولازم هتحفظه لوحده، اللي هو ايه؟ اللي هو السايميتيدين. وعلى فكره يا شباب الدكاتره اكدوا جدا 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 على موضوع السايميتيدين ده، الدواء ده مهم جدا جدا جدا. تمام تمام. احنا عايزين نعرف عنه ثلاث حاجات بس، الميكانيزم بتاعه بيشتغل ازاي، الاستخدامات بتاعته، والسايد افكتس. صل على النبي. الميكانيزم بتاعه الدواء ده بيشتغل ازاي؟ الدواء ده بيعمل حاجه اسمها مايكروزومال انزيم انهبيشن، وله اتش 2 بلوكر افكت. تمام، بيقفل الاتش 2 ريسبتور اللي موجود في البريتال سيلز، فيمنع السكريشن بتاع الاتش سي ال واللي بتاع ده احنا عارفينه. طب يعني ايه بقى مايكروزومال انزيم انهبيتور؟ مايكروزومال انزيمز دي يا شباب بتبقى موجوده في جسمنا كله، في المايكروزومز في السيلز. تمام، اكتر حته موجود فيها المايكروزومال انزيمز دي بتشتغل، بتبقى موجوده في الليفر عشان تكسر لي الدواء، عشان تكسر لي الهرمونز، عشان تكسر لي الدنيا دي كلها. تمام تمام. هو بيعمل لي انهبيشن للحاجات دي، بيزود لي الاكشن بتاع الحاجات اللي بيحصل اللي بتتكسر بسببها. تمام تمام. طيب الثيرابيوتيك يوزس، الدواء ده بيستخدم في ايه؟ السايميتيدين ده مهم جدا جدا تعرف ان هو بيستخدم في علاج حاجه اسمها هيرشوتيزم. يعني ايه هيرشوتيزم؟ صل على النبي. الراجل بيطلع له ايه؟ بيطلع له دقن، وبيطلع له شنب، وبيطلع له الحاجات دي كلها. فدي حاجه اسمها ميل ديستريبيوشن اوف هير. تمام، ميل ديستريبيوشن اوف هير يعني ايه؟ يعني توزيعه الشعر على جسمي راجل. تمام تمام. طيب ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ان الراجل بيتفرز عنده هرمون اسمه اندروجين. تمام تمام. طيب حصل مشكله عند واحده ست، وللاسف حصل مشكله مثلا في السوبرا رين، حصل مشكله عندها في العموم، مش عايز اخش في تفاصيل، وطلع الاندروجين عندها. طيب اما يطلع الاندروجين عندها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها ميل ديستريبيوشن اوف هير. الشعر هيبدا يطلع شعر في اماكن ما بيطلع المفروض ما يطلعش فيها شعر عند الستات. تمام، فيظهر لها مرض اسمه هيرشوتيزم. طيب ربنا خلق الدواء، الدواء ده اسمه ايه؟ اسمه سايميتيدين. الدواء ده بيعمل ايه؟ بيروح على الريسبتورز بتاعه الاندروجين ويروح جاي موقفها. فالاندروجين اللي بيطلع عند الست دي بطريقه مش كويسه، مش هيروح يعمل الاكشن بتاعه، وبالتالي الدواء ده بيعالج لي ايه؟ الهيرشوتيزم. حلو الكلام حلو الكلام. يبقى كده قلنا ان السايميتيدين ده الميكانيزم بتاعه بيشتغل ازاي، ان هو حاجتين اتنين، بيقفل الاتش 2 ريسبتور على مستوى البارايتال سيل في الاستومك فيمنع السكريشن بتاع الاتش سي ال، وتاني حاجه هو مايكروزومال انزيم انهبيتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيمنع المايكروزومال انزيمز ان هي تشتغل. طيب المايكروزومال انزيمز دي بتعمل ايه؟ المايكروزومال انزيمز دي معروفه ان هي بتبقى موجوده اكتر حاجه في الليفر. تمام، وبتكسر لي الهرمونز وبتكسر لي الدراجز. تمام تمام. اليوزز بتاعته بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في علاج حاجه اسمها الهيرشوتيزم. يعني الست بدا يطلع عندها هرمون اسمه اندروجين، والاندروجين بدا يظهر شعر في اماكن ما ينفعش تظهر عند الست. تمام تمام. هو بيعمل ايه؟ بيقفل الريسبتور اللي بيشتغل عليه الاندروجين ده، فالاندروجين يبقى موجود وجوده زي عدم، ما بيعملش اكشن بتاعه، فيعالج الهيرشوتيزم. تمام تمام. طيب بالنسبه للسايد افكتس بتاعت السايميتيدين ايه بقى؟ احنا قلنا ان السايميتيدين ده بيقفل ايه؟ بيقفل الاندروجينيك ريسبتور. طيب لو راجل يا عم الحاج بياخد السايميتيدين ده ايه اللي يحصل؟ هيقلب. هيقلب ليه؟ ما انا وقفت الاندروجين اللي بيطلع عنده اصلا، فايه اللي يحصل للراجل ده؟ هيحصل له حاجه اسمها جاينيكوماستيا، اللي هو تثدي. الراجل ده هيبدا يظهر عنده ثدي. تمام، هيبدا يبقى عنده تثدي. تمام، تاني حاجه هيبقى عنده حاجه اسمها امبوتنس. امبوتنس يعني حاجه اسمها ضعف جنسي. تمام تمام. ده بسبب ايه؟ بسبب البلوكج اوف الاندروجينيك ريسبتورز. طيب ده حلو، ده حاجه كويسه جدا. طيب على مستوى الفيميل حلو قوي، هي الفيميل عندها اندروجين اصلا. تمام، طب لو الفيميل عندها اندروجين كده كده هو بيعالج الهيرشوتيزم، فدي حاجه كويسه. طيب هو على مستوى الفيميل هيعمل حاجه في سايد افكت يا ابني؟ ازاي؟
طيب انا هفهمك دلوقتي بيحصل هذا الايفكت منه ازاي على المستوى الكيميائي. احنا مش قلنا ان هو مايكروزومال انزيم انهبيتور، وقلنا ان المايكروزومال انزيمز اللي موجوده في الليفر دي بتكسر هرمونز ودراجز. طيب من ضمن الهرمونز اللي بتكسرها اللي هو الاستروجين، فالدواء ده يمنع لي الميتابوليزم بتاع الاستروجين. طب دي حاجه وحشه، ما هو الاستروجين ده الهرمون الانثوي، هيأثر لي على حاجه؟ اه طبعا هيأثر لي في الاستروجين ده، لو زاد بيزود معاه هرمون تاني اسمه برولاكتين. هرمون البرولاكتين ده بيطلع من الغده اللي هي النخاميه، الغده النخاميه تمام. البرولاكتين ده بيعمل ايه؟ برولاكتين تمام، برولاكتين بيروح على الثدي بتاع الست ويكون ايه اللي هو الميلك تمام. فيظهر عند الست دي حاجه اسمها جالاكتوريا، يعني زياده في الميلك تمام. نفهم تاني بالراحه، احنا قلنا على مستوى الراجل هو بيقفل الاندروجينيك ريسبتور، فبيخلي الراجل عنده تثدي جاينيكوماستيا وبيعمل له امبوتنس، ضعف جنسي تمام. على مستوى الست قلنا ان هو بيمنع التكسير بتاع الاستروجين، فالاستروجين تركيزه يزيد، فيزيد معاه حاجه اسمها البرولاكتين، فيعمل لي حاجه اسمها جالاكتوريا، يعني زياده في هرمون البرولاكتين في الجسم، فبيعمل لي سكريشنز تطلع من البريست بتاع الست زي اللبن تمام. تالت حاجه بالنسبه للسايميتيدين، واخر حاجه ان هو بينهبت حاجه اسمها سيتوكروم بي 450. الانزيم ده اللي هو السيتوكروم بي 450 ده انزيم مهم جدا جدا جدا. معظم الادويه اللي بتتكسر في الليفر بتتكسر بالهرمون بالانزيم ده تمام. فبالتالي الادويه كلها اللي بتتكسر بالسيتوكروم بي 450 تركيزها هيزيد في الجسم. زي ايه؟ احنا مش لسه قايلين ورا دلوقتي الورفرين تمام، وقلنا الفينوتوين، وقلنا الدايزيبام تمام. الادويه دي لو تفتكروا الادويه دي احنا قلناها في ايه؟ قلناها مع الاوميبرازول تمام. يبقى الاوميبرازول والسيميتيدين بيزودوا الاكشن بتاع الوارفرين والفينوتوين والدايزيبام تمام. نراجع السيميتيدين بسرعه كده، قلنا الميكانيزم بتاعه ايه؟ بيبقى مايكروزومال انزيم انهبيتور، بيمنع المايكروزومال انزيمز ان هي تشتغل. المايكروزومال انزيمز دي بتبقى موجوده فين اكتر حاجه؟ في الليفر، عشان تكسر لي الهرمونز وتكسر لي الدراجز. طيب تاني حاجه ان هو اتش 2 بلوكر، ودوت السبب التاني بتاعه اللي احنا بنستخدمه علشان يمنع الاتش سي ال سكريشن. طيب الثيرابيوتيك يوزز الاستخدام بتاعته ايه؟ في حالات الهرشوتيزم عند الستات تمام. ليه؟ لان هو بيقفل الاندروجينيك ريسبتورز، وبالتالي يمنع الاكشن بتاعه، فما يحصلش عند الست دي هرشوتيزم. طيب بالنسبة للسايد افكتس بتاعته على مستوى الاثنين راجل وست، على مستوى الراجل منع الاندروجين انه يشتغل، فايه اللي يحصل؟ يحصل للراجل ده تثدي جاينيكوماستيا، يحصل للراجل ده امبوتنس. طب على مستوى الست هيعمل ايه؟ هيمنع تكسير الاستروجين، فالاستروجين تركيزه يزيد، فيزيد معاه حاجة اسمها البرولاكتين. البرولاكتين لما تركيزه يزيد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة اسمها جالاكتوريا تمام. طيب تالت حاجه ان هو بينهبت حاجه اسمها سيتوكروم بي 450، ده انزيم بيكسر ادويه كتير، من ضمنها الوارفرين، من ضمنها البيتا بلوكر، الفينوتوين، الديازيبام، الثيوفيلم، اشهر ثلاثه اللي هو الوارفرين، فينوتوين، ديازيبام تمام. فالثلاثه دول الاكشن بتاعهم هيعمل ايه؟ هيزيد. فلو العيان ده بياخد وارفرين وسيميتيدين يحصل له نزيف تمام. جميل جدا كده، احنا خلصنا السيميتيدين. نخش بعد كده شوية أسئلة بقى رايقين كده ننشط بيهم دماغنا. Identify these drugs. الرانيتيدين، أنا راضي ذمتك، أي مقطع بينتهي بتيدين ده إيه؟ H2 بلوكر ولا بروتون بامب؟ جدع H2 بلوكر. طيب الأومي برازول، برازول مقطع برازول ده بيبقى موجود فين؟ في البي بي أي، جميل جدا. سايميتيدين دوت إيه؟ دوت H2 بلوكر تمام. طيب تاني سؤال بيقول لك what are the mechanisms of action of these drugs؟ الأدوية دي بتشتغل ازاي؟ رونيتيدين ده H2 blocker بيعمل ايه؟ competitively inhibition of H2 receptors presented in parietal cells which inhibit HCL secretion. حلو الكلام ده؟ حلو. أوميبرازول بيعمل blockage of the final pathway أو final product of البروتون
تمام عن البامب بتاعت الهيدروجين اسمها بروتون بامب، بينهبت ايه البروتون بامب فروم سكريتنج ايه الهيدروجين، تمام، فيمنعني السكريشن اوف اتش سي ال. جميل جدا، السيميتيدين زي الرونيتيدين بالظبط، تمام اهو. اتش 2 بلوكر كومبتيتيفلي انهبيشن اوف اتش 2 ريسبتورز ات ذا بارايتال سيل، تمام. طيب البي بي اي بيعمل ايه؟ بيبلوك الفاينل كومن باث واي اوف اسيد سكريشن اللي هو البروتون بامب. جميل جدا. طيب وات ار ذا سايد افكتس اوف دراج 3؟ هو ايه الدراج 3 ده؟ ثلاثه اللي هو السايميتيدين. طيب قولهم لي انت بقى بالله عليك بقى راضيني، ايه هي السايد افكتس بتاعت السايميتيدين؟ احنا قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه على مستوى الراجل بيعمل ايه؟ بيمنع الاندروجين انه يطلع، فالراجل ده هيحصل له تسدي جاينيكوماستيا وهيحصل له امبوتنس ضعف جنسي. طيب تاني حاجه على مستوى الست هيعمل ايه؟ هيمنع تكسير الاستروجين، فتركيز الاستروجين هيزيد في الجسم، فهيزيد معاه هرمون اسمه البرولاكتين، والبرولاكتين ده بيعمل حاجه اسمها جالاكتوريا، بيزود الميلك برودكشن فين؟ في البريست. تمام. تالت حاجه بينهبت حاجه اسمها سيتوكروم بي 450، ده انزيم مهم جدا 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 في الليفر عشان بيكسر معظم الادويه، زي ايه؟ زي الوارفارين، زي الفينوتويل، زي الدايزيبام، زي الثيوفيلين. تمام اهو يا شباب، تمام كده، تمام. ده مثال بسيط كده، كده احنا خلصنا يعتبر ايه نص المحاضره. تمام. نيجي لتالت دواء من الانتي سكريتوري دراجز اللي هو اللي بيطلع من الفيجاس عشان يقوم الليله دي كلها، اسمه ايه؟ اسمه اسيتايل كولين. فانا بدي للعيان ده دواء اسمه انتي كولينرجيك دراجز. الانتي كولينرجيك دراجز ديت اكتر بتتاخد اصلا في حاجات تانية غير الجي اي تي، فانا صعب اديها في الجي اي تي اصلا وما بتستخدمش. تمام، ليه؟ بسبب السايد افكتس بتاعتها اللي مش حلوه، اللي هي ايه؟ ربنا يديله الصحه دكتور عبد المتعال محفظها لنا، زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع، زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع، زغلوله اللي هو بلرد فيجن بسبب جلوكوما. تمام، الناشفه دراي ماوث، تمام، حبست يورين ريتينشن مع كونستبيشن، جوزها جلوكوما، ابو سريع تاكيكارديا. تمام، زغلوله اللي هي بلورد فيجن او ميدريز. طيب الناشفه دراي ماوث، حبست يورين ريتينشن وكونستبيشن، جوزها جلوكوما، ابو سريع يعني سريع تاكيكارديا. تمام، هي كمان بتعمل حاجة اسمها بتقلل اللور اوسوفيجيال سفنكتر بريشر، فده هيزود لك الجرد، يعني بتقلل التون في السفنكتر اللي بين الاسوفيجس والاستومك، فالسفنكتر ده ممكن يوسع فيعمل لي جرد، يعمل ارتجاع في المريء. تمام. طيب الكونترا اندكيشنز، ايه الحالات اللي انا ما ينفعش ادي العين فيها انتي كولينرجيك دراجز؟ الحالات اللي بتحصل فيها اللي موجود فيها حاجات بسبب سايد افكت زي ايه؟ جلوكوما، بروستاتيزم، او يورينري ريتينشن. تمام. طيب الاستخدامات بتاعته، هو بيستخدم علشان يقلل الجاستريك سكريشن والموتيليتي بتاع الجي اي تي والسبازم. طيب وكمان هو ليس افكتيف زان الاتش 2 انتاجونست، تمام، بس ممكن يكون كويس شويه لو انضاف مع الانتاسيد او الاتش 2. يعني الدواء ده ما بيشتغلش لوحده، الانتي كولينرجيكس ده ما بتشتغلش لوحدها، لازم تشتغل معاها انتاسيدز او اتش 2 بلوكر، ما ينفعش تاخد لوحدها لان هي ليس افكتيف اصلا. تمام. طيب الانتي كولينرجيك دراجز دي في منها سيلكتيف يعني بيفهم، وفي منها نون سيلكتيف بياخد اي كولينرجيك ريسبتورز موجوده في اي حته، وفي حاجات سيلكتيف يعني بتفهم بتخش على الماسكارينيك ريسبتور 1 اللي موجوده في جي اي تي بس. تمام. ايه الادويه السيلكتيف في الانتي كولينرجيك دراجز؟ حاجه اسمها بايرينزيبين وتيلينزيبين. تمام، البايرنزيبين ده شكل الدواء بتاعه، والتيلينزيبين ده شكل الدواء بتاعه، الاتنين زي بعض بالظبط، بس الجديد هو التيلينزيبين، فالتيلينزيبين اقوى واحد. تمام. طيب بالنسبه للبايرنزيبين، البايرنزيبين ده راجل محترم وبيفهم، مش بيعمل اي حاجه، بيفهم ليه؟ بيروح جاي قافل الماسكارينيك ريسبتور 1 اللي موجود فين؟ في الجاستريك بارايتال سيل، ودي حاجه حلوه قوي 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 قوي. ليه؟ مش هيبوظ لي الكولينرجيك ريسبتورز الموجوده في جسمي كلها، هو بس اشتغل على الام 1 اللي موجوده فين؟ في الجي اي تي او اللي موجوده في البارايتال سيلز.
تمام. تاني حاجه هو سيلكتيفلي انهبيت الجاستريك اسيد سكريشن وذ مينيمال ان وونتد افكتس. ليه؟ لان هو فاهم هو بيعمل ايه. تمام تمام. في حاجه كمان ان هو بورلي بينتريت البلاد برين بارير، معلومه ملهاش لازمه. تمام. وقلنا ان التيلينزيبين، تيلينزيبين ده مور بوتنت. التيلينزيبين عشان هو الدواء الجديد فهو مور بوتنت. التيلي على اساس تليجرام يعني، فالتليجرام ده حاجه كويسه لان بنذاكر من عليه، فهو بوتنت. تمام. تيلينزيبين مور بوتنت. البايرنزيبين بيعمل ايه؟ هو دواء فاهم، هو دواء سيلكتيف، بيشتغل على حاجه اسمها ام 1 ماسكارينيك ريسبتورز موجوده في البارايتال سيلز، فيمنع الاستيميليشن بتاعها، فيمنع السكريشن بتاع الاتش سي ال، فيعالج لي البيبتيك السر. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ الانتي سكريتوري دراجز. تمام تمام. نيجي بعد كده للميوكوزال بروتكتيف ايجنت. الميوكوزال بروتكتيف ايجنت انا قلت هحمي، انا قلت هحمي الميوكوزا ازاي؟ ان انا هزود الميوكس. طب هزود الميوكس ازاي؟ مش قلنا في حاجه اسمها بروستاجلاندينز بتطلع يا عم الحاج؟ بروستاجلاندينز اي 2 وبروستاجلاندينز اي 2. البروستاجلاندينز دي بتطلع هنا، بتروح جايه عامله لي ستيميوليشن للميوكوزا، تطلع لي ميوكس وتعمل انهيبيشن للبرايتال سيلز، ما تطلعليش الاتش سي ال، صح ولا لا؟ صح. طيب البروستاجلاندينز دي حلوه جدا 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 بس على مستوى الاستومك. طيب على مستوى حاجات تانيه، على مستوى حاجات تانيه زي مثلا اليوترس، على مستوى الرحم هي بتزود انقباضات الرحم. يعني ما ينفعش شخص عنده واحده حامل وتيجي تقول تروح جاي مديها بروستاجلاندين انالوج، يبقى نهارها الابيض يحصل لها ابورشن واجهاض رسمي. تمام تمام. طيب ده اشهر علم من الادويه اللي هي البروستاجلاندينز انالوج. طيب ميوكوزال بروتكتيف ايجنت يعني ايه الكلام ده؟ انا اهم حاجه هات لي دواء يروح جاي عامل لي طبقه عزله على الالسر دي. تمام. طبقه عزله عليها يمنع لي الاتش سي ال ان يوصل لها، فيدي فرصه للالسر اللي متكونه دي انها تهيل وتريجنريت تريجنريت تريجنريت لحد ما الطبقه دي ترجع تاني سليمه. تمام تمام. اسمها ايه؟ ميوكوزال بروتكتيف ايجنت. ده الدرع الواقي بتاع الالسر من الاتش سي ال لحد ما الالسر تخف. تمام تمام. كده احنا فهمنا الميوكوزال بروتكتيف ايجنت بتشتغل ازاي. طيب ميوكوزال بروتكتيف ايجنت اول دواء فيها هو اسمه سكرال فيت. سكرال فيت. السكرال فيت ده عفوا يا شباب، السكرال فيت ده من الالومنيوم سولتس. تمام. الومنيوم سولت من السلفيت. تمام. سلفيت سكرال فيت. تمام. سكرال فيت ده من السلفيت، من الومنيوم سولت بيطلع مين؟ من السلفيت. تمام تمام. هو بيستخدم ايه؟ بيستخدم في علاج الديودينال ألسر وبيساعد في الهيلينج بتاعها. تمام تمام. الكلام ده بيحصل ازاي بقى؟ هقولك دلوقتي بيحصل ازاي. بص يا عم الحاج معايا، اول حاجه في وجود الاسيد اللي هو ال HCl، الالومنيوم صلفيت ده بيتقسم لاثنين، حاجه اسمها سكروز صلفيت، والسكروز صلفيت ده نيجاتيف، بيروح جاي جري وماسك في البروتين اللي موجود في البيز بتاع الالسر. تمام. في السر موجوده اهي، مش في بروتين هنا، لان المصل لاير بدات تظهر والميوكوزا اتاكلت، والبروتين والمصل لاير دي مش بروتين. تمام. فالسكروز سلفيت ده يروح جاي نازل ماسك لي فيها، عشان هو نيجاتيف تشارجد والبروتين بوزيتيف، يمسك لي فيها، فيروح جاي عامل لي طبقه اسمنتيه ودرع واقي ضد الاتش سي ال انه يوصل لي للالسر دي، فيعمل لي ايه؟ يعمل لي فيزيكال بارير ذات ريزيست الفردر كوستيك دامج بتاع الاتش سي ال، وبيبرموت الهيلينج كمان. تمام تمام. كده فهمنا السكرافيت بيشتغل ازاي. تمام. نقولها تاني، السكرافيت بيعمل ايه يا شباب؟ في ألسر موجودة اهي، وادي المصل لير. تمام. والمصل لير دي بروتين. تمام. السكرافيت يخش لقى ال HCl، ال HCl كسره لحاجة اسمها نيجاتيف سكروز، سكروز سلفيت. طيب النيجاتيف سكروز سلفيت ده بيعمل ايه؟ بيروح جاي يمسك في البوزيتيف بروتين اللي موجود في البيز بتاع الألسر، فيعمل لي درع واقي ضد ال HCl ويدي فرصة للألسر ان هي تهيل. تمام يا شباب تمام. طيب ايه السايد افكتس بتاعته؟ انا عايزك تعرف لي حاجه واحده بس، ان هو بيعمل لي كونستيبيشن، مش عايزك تعرف لي اكتر من كده. تمام. الباقي كله قرايه. تمام. اللي هو it shouldn't be used prolonged period علشان ممكن يعمل لي رينال انسفشنسي. تمام تمام. يبقى السايد افكتس بتاعته ممكن يعمل لي ايه؟ كونستيبيشن ورينال انسفشنسي. نعيد تاني السكرال فين؟
احنا قلنا يا شباب احنا بنتكلم دلوقتي في الميوكوزا البروتكتيف ايجنت اللي هي الحاجات اللي تحمي لي الالسر وتخلي الالسر تهيل اللي هي تخف. تمام. اول حاجه السكرالفيد. السكرالفيد ده بيتكون من ايه؟ ده سلفيت سكروز. تمام، سلفيت سكروز. طيب السلفيت سكروز ده بيعمل ايه بقى؟ السلفيت سكروز ده في وجود الحمض اللي هو الاسيد، السكروز سلفيت ده نيجاتيف، بياخد شحنه سالبه، يروح جاري يمسك في البروتين اللي هو شحنته موجبه موجود فين؟ في البيز بتاع الالسر، فيعمل لي فيزيكال بارير بين الالسر وبين الاتش سي ال، ويمنع الاتش سي ال انه يوصل للالسر، وبالتالي يحصل هيلينج للالسر دي. تمام. سايد افكتس بتاعه السكرالفيت حاجتين، كونستبيشن اهم حاجه، تاني حاجه ان هو بيعمل لي رينال انسفشنسي. تمام. تاني حاجه البروستاجلاندين انالوج، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، حاجه اسمها في بروستاجلاندين اي 1، ده دواء اسمه ميزوبروستول. الدواء ده مشهور جدا يا شباب، مشهور جدا جدا يعني، الميزوبروستول. تمام، الميزوبروستول ده بروستاجلاندين اي 1 انالوج، فبيزود اما البروستاجلاندين اي 1 يزيد هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين، هيعمل ستيميوليشن للميوكس والبايكربونيت سكريشن، صح ولا لا؟ صح. تاني حاجه ان هو بيعمل لي ايه؟ اسيد انهيبيشن، يروح على البارايتال سيل يمنع لي الاسيد سكريشن. تمام، بيروح على البارايتال سيل يمنع لي الاسيد سكريشن. حلو الكلام. احنا فاهمين كل حاجه ده من الاول. تمام، قلنا اول واحد السكرالفيد، وقلنا السكرالفيد ده اول ما بيشوف الحمض يروح جاي شايل شحنه سالبه، يجري يروح جاي ماسك في الشحنه الموجبه بتاعت البروتين، فيمنع للاتش سي ال انه يوصل لي للالسر ديت ويحميها لي. تمام. تاني حاجه البروستاجلاندين انالوج. البروستاجلاندين انالوج ديت قلنا ان البروستاجلاندين مهمه في المعده ليه؟ علشان ان هي بتعمل حاجتين، اول حاجه ان هي بتكون لي ميوكس وبتكون لي بايكربونات، ودي حاجه كويسه بتحمي لي المعده. تاني حاجه بتمنع لي الاسيد سكريشن، لان هي بتمنع البارايتال سيل ان هي تطلع الايه؟ الاتش سي ال. تمام. ده شكل الميزوبروستول يا شباب. تمام. طب بالنسبه للسايد افكتس بتاعته بيعمل حاجتين اتنين. احنا قلنا الدواء ده ما ينفعش يتاخد في ايه؟ لو عيانه لو العيان ده بريجننت، لو العيانه دي بريجننت. ليه؟ علشان هيعملها لي ابورشن. ليه بقى؟ هو بيزود اليوتراين تراكشن. قلنا البروستاجلاندينز دي حلوه قوي على مستوى ايه؟ المعده والجي اي تي، لكن وحشه جدا على مستوى ايه؟ على مستوى اليوترس، لان هي بتعمل لي ايه؟ يوتراين كونتراكشن، فلو عيانه دي حامل يحصل لها ابورشن رسمي، يحصل لها اجهاض. تمام. تاني حاجه هو بيزود الانتستاينال موتيليتي، بيزود حركه الايه؟ المعده والامعاء وكده يعني، فايه اللي ممكن يحصل عند العيان ده؟ ممكن يحصل له دايريه، ممكن يحصل له كرامبنج وابدومينال بين. تمام. نرجع تاني للبروستاجلاندين انالوج. بص يا عم الحاج، بروستاجلاندين انالوج زي ده اسمه ايه؟ ميزوبروستول. ده ايه؟ بروستاجلاندين اي 1 بيعمل لي ايه؟ بيعمل حاجتين اتنين، ميوكس ميوكوزا بروتكتيف. ليه؟ بيزود الميوكس والبايكربونيت اللي بيطلعوا من الميوكوزا. تاني حاجه هو بيقلل لي بيقلل الاسيد انهبيشن، بيقلل الاسيد اللي بيطلع من البارايتال سيلز، لان هو بيعمل انهبيشن للبارايتال سيلز. سايد افكتس بتاعته ايه؟ حاجتين اتنين، لو العيانه ديت حامل يعمل لها ابورشن، لان هو بيعمل يوتراين كونتراكشن، وبيزود الانتستاينال موتيليتي، فممكن يعمل لي شويه دايريه وكرامبنج وابدومينال بين. تمام. نيجي لتالت دواء وهو البيزماس كومباوند. البيزماس كومباوند، طيب والبيزماس كومباوند ده اراهنك ان هيجي لك فيه سؤال في الامتحان ويقول لك البيزماس كومباوند ده بيستخدم في ايه. تمام. ادي شكل يا شباب البيزماس كومباوند. تمام. طيب البيزماس كومباوند ده بيشتغل ازاي؟ البيزماس كومباوند ده زي هيدرولايزد باي الجاستريك اتش سي ال، يعمل له هيدرولايزيشن. تمام، ويحصل له ايه؟ هيحصل ريليز لحاجه اسمها بيثمس. تمام، البيثمس ده بيعمل ايه؟ بيعمل بروتكتيف كوت، بيروح يغطي على الالسر زي السكرالفيت بالظبط، يغطي على الالسر ويمنع الاتش سي ال انه يوصل لها. تمام. طيب استخدامات البيثمس كومباوندز دي ايه؟ استخداماتها ايه؟ اول حاجه واهم حاجه بيستخدم في علاج البيبتيك السر، وكمان بيستخدم في كومباينيشن عشان يعالج الاتش بايلوري اللي هي جرثومه المعده. يبقى ايه الميوكوزا البروتكتيف ايجنت اللي بيستخدم في العلاج بتاع الاتش بايلوري؟ البيثماس كومباوند. ايه الميوكوزا البروتكتيف ايجنت اللي بيستخدم في علاج الاتش بايلوري؟ البيثماس كومباوند. اللهم بلغت. تمام. تاني حاجه هو بيعمل فورميشن لبروتكتيف كود حوالين الجاستريك السر، فبيمنع الاتش سي ال انه يوصل له.
تالت حاجة بيعمل استيميوليشن للبروستاجلاندين والميوكس والبايكربونات فبيزود البروتكشن. تمام. تالت حاجة له دايركت انتي مايكروبيال اكتيفيتي اجينست الاتش بايلوري، عشان كده انا بستخدمه في علاج الاتش بايلوري. كلام كويس جدا. يبقى ايه الاستخدامات بتاعته؟ اول حاجة بيستخدم في علاج البيبتيك ألسر، تاني حاجة بيستخدم في علاج الاتش بايلوري انديوسد بيبتيك ألسر، تالت حاجة بيعمل بروتكتيف كور على الجاستريك ألسر، رابع حاجة بيزود بيعمل استيميليشن للبروستاجلاندين والميوكس والبايكربونيت سكريشن. تمام. طيب ايه السايد افكتس بتاعته؟ السايد افكتس بتاعته مهمة جدا. تمام. بيعمل امبليسنت امونيا الاودر. تمام. ريحة البق بتبقى وحشة جدا جدا جدا، والشخص اللي بياخد الدواء ده يبقى طعم بقه وحش وهو بيبقى متأذي من الموضوع ده قوي قوي. تمام. تاني حاجة بلاك ستول، يا دكتور انا البروس بتاعي اسود قوي، تيث ديسكالريشن، انا اسناني بقت ملونة زي ما يكون بشرب سجاير، اسناني بقت ملونة وريحة بق وحشة والستول بتاعي وحش. تمام. طيب انا لو خدت البيثماس كومباوند ده لفتره كبيره ايه اللي ممكن يحصل لي؟ الشخص ده ممكن يخش لي في انكيفالوباثي، خصوصا لو كان عنده ريمال فيلير. تمام. يبقى السايد افكتس تاني امبليسنت امونيا الاودر، بلاك ستول، تيث ديسكالريشن، وبيعمل لي الكرونيك تريتمنت ممكن يدخلني في انكيفالوباثي خصوصا لو كان العيان رينال فيلير. نراجع تاني البيثماس كومباوند عشان مهم جدا، او نراجعهم كلهم. خلينا نراجع الايه البروتكتيف ايجنتس كلهم. اول حاجه السكرالفيت. السكرالفيت قلنا ان هو ايه؟ سكرالفيت سكروز، سلفيت سكروز. السلفيت سكروز ده بيكون اول ما بيشوف الاتش سي ال بيعمل ايه؟ بيشيل شحنه سالبه. طيب ويجري على الشحنه الموجبه اللي هو ايه؟ البروتين اللي موجود في ارضيه البيبتيك ألسر، ويروح جاي يمسك فيه ويروح جاي عامل درع واقي عليه ويمنع يمنع الاتش سي ال انه يوصل للألسر دي ويبوظها زياده فيعمل هيلينج للألسر. طيب بالنسبه للسايد افكتس بتاعته قلت لك اعرف لي كونستبيشن، في حاجه كمان اسمها رينال انسفيشنسي. نيجي بعد كده للبروستاجلاندين انالوج، قلنا اسبابها ايه؟ امثله عليها ايه؟ حاجه دواء اسمه الميسوبروستول، ده زي ده ديريفاتيف لايه؟ حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 1، شبه البروستاجلاندين اي 1. طيب البروستاجلاندين قلنا ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين اتنين، بتزود الكويس وتقلل الوحش. تزود الكويس فتزود لي الميوكوزا بارير وتزود الميوكس والبايكربونيت، تقلل الوحش بتروح على البارايتال سيل تعمل لها انهبيشن فيمنع الاتش سي ال انه يطلع من البارايتال سيل دي. تمام. طيب السايد افكتس بتاعته ايه؟ قلنا ان هو بيزود الموتيليتي في كله، بيزود الموتيليتي على مستوى الجي اي تي فيعمل لي دايريا، وبيزود الموتيليتي على مستوى اليوترس فيعمل لي اليوتراين كونتراكشن، ولو الست دي كانت حامل يحصل لها ابورشن ويجهاض. تمام. نيجي لتالت دواء هو البيزماس كومباوند. قلنا البيزماس كومباوند اهم حاجه عايزه تعرفها لي فيه هي ان هو بيستخدم في علاج الاتش بايلوري انديوس ديبتيك ألسر. ليه؟ لان هو له دايركت انتي مايكروبيال اكتيفيتي. تمام. وكمان بيعمل بروتكتيف كود على الجاستريك ألسر، وبيعمل استيميوليشن للبروستاجلاندين والميوكس والبايكربونيت سكريشن. تمام. سايد افكتس بتاعته كل حاجه على مستوى البق، تيز ديسكالريشن، امونيا الاودر اوف ذا ماوس، بلاك ستول في المخرج من تحت. طيب الكورنيك تريتمنت بيعمل ايه؟ ممكن يدخل العيان في انكفالوباثي خصوصا لو العيان كان رينال فيلير. نيجي لاخر موضوع خالص يا شباب وهو الانتاسيد. الانتاسيدز دي اللي هي ايه؟ اللي هي الادويه اللي بتستخدم ضد الحموضه بتاعه المعده، بتتفاعل مع الاتش سي ال، حاجات قلويه عشان تنيوترلايز الاتش سي ال اللي موجود ده. طب دي بتتقسم لحاجتين، كيميكال انتاسيد وفيزيكال انتاسيد. يعني ايه كيميكال انتاسيد ويعني ايه فيزيكال انتاسيد؟ صل على النبي. كيميكال انتاسيد يعني بتتفاعل حاجه قلوي زائد حاجه حمضي تطلع لي ملح زائد ميه. تمام. فيزيكال انتاسيدز هي ما بتتفاعلش اصلا مع الحاجات دي كلها، هي بتخش تعمل كولويد سوليوشن، يعني تعمل لي مركب تبلعها. تمام. تاخد الاتش سي ال من بره تروح جايه بلعه جوه اتش سي ال زي ما هو. تمام. زي بالظبط يا شباب المكنسه الكهربائيه والمنظفات، انا هحط منظف على الارض، المنظف ده هيتفاعل مع الحاجات اللي في الارض دي كلها وينظف لي السيراميك. تمام. ده اسمه ايه؟ كيميكال. طب الفيزيكال ده ايه؟ انا هجيب المكنسه الكهربائيه واروح جاي ماشي على الارضيه، هتروح جايه شفطالي الحاجات الوحشه دي كلها اللي هي هنا اسمها الاتش سي ال. كده احنا فهمنا يعني ايه فيزيكال انتاسيد ويعني ايه كيميكال انتاسيد. تمام. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالكيميكال انتاسيد. الكيميكال انتاسيدز دي في منها حاجه اسمها سيستميك
وحاجه اسمها نون سيستميك. يعني ايه سيستميك؟ يعني حاجات بتمتص وتشتغل في الجسم كله، وفي حاجات لا لوكال وما بتمتصش وبتشتغل على مستوى الجي اي تي بس. تمام تمام طيب زي ايه زي ايه الحاجات دي؟ زي حاجات سيستميك، زي حاجه اسمها صوديوم باي كربونيت. صوديوم باي كربونيت، طيب الصوديوم باي كربونيت ده يا شباب بيبقى سيستميك ولا نون سيستميك؟ لا هو سيستميك. يعني ايه سيستميك؟ يعني ابزوربابل، يعني بيمتص على مستوى الجسم كله. تمام تمام مشكلته ايه؟ انه ممكن يعمل لي الكالوزس. مشكلته انه ممكن يعمل لي الكالوزس. طيب النون سيستميك زي ايه؟ النون سيستميك زي ال السولتس اوف امونيوم والسولتس اوف ماجنيزيوم السولتس اوف كالسيوم. تمام احفظهم معايا والنبي، الومنيوم ومغنيسيوم وكالسيوم، الومنيوم ومغنيسيوم وكالسيوم كلهم كلهم شبه بعض. تمام يعني املاح المغنيسيوم كلها شبه بعضها، هنقول سكيمه واحده لهم كلهم وحاجه مميزه لكل دواء. كالسيوم نفس الموضوع، الومنيوم نفس الموضوع. تمام تمام طيب الفيزيكال انتاسيدز ديت ايجنتس فورمينج كولويدال سوليوشن. قلنا السوليوشنز دي بتعمل ايه؟ مش بتتفاعل، هي بتبلع ال HCl جواها او بتاخده بالتوتر السطح على سطحها من بره، بتعمل جاستريك وميوسين، حاجات زي الجاستريك ميوسين والالومنيوم هيدروكسيد جيل والمغنيسيوم ترايسيليكيت، بيعملوا حاجه اسمها ادزوربنج. ادزوربنج ال HCl يا شباب، في فرق بين ابزوربشن لل HCl وادزوربشن. ادزوربشن يعني المركب اهو وال HCl اهو، جمع ال HCl على سطحه. تمام هل ده تفاعل معاه؟ لا هو مجرد بس خده على سطحه. تمام عشان كده اسمه فيزيكال انتاسيد. تمام يا شباب تمام، بنعمل حاجه اسمها ايه؟ ادزوربنج لل HCl in the stomach and by virtue of this of their demulcent action. demulcent action تمام تمام. هنبدا الاول بالسيستميك بالسيستميك ابزوربابل انتاسيد اللي هي ايه؟ الصوديوم بايكربونات. طيب يا شباب انا ببدا بالادفانتجز وبعد كده السايد افكتس. انا هنا هبدا بالسايد افكتس بتاعته. بصوا يا شباب الدواء ده صوديوم بايكربونات ده دواء سيستميك، يعني بيمتص على مستوى الجسم كله. طيب الدواء ده قاعدي ولا حمضي؟ قاعدي. طيب الدم بتاعي البي اتش بتاعته من 7.35 ل 7.45، يعني ويك بيز. تمام يعني متعادل ماشي ناحيه البيز شويه. تمام تمام طيب وده بيز، طب لما اخده هيعمل لي ايه؟ يعمل لي الكالينايزيشن، صح ولا لا؟ يعني مش ممكن يعمل لي ميتابوليك الكالوزيس، هيزود الالكالي في الدم فيعمل لي ميتابوليك الكالوزيس، صح ولا لا؟ صح. طيب الدواء ده سيستميك يعني بيمتص للجسم كله، فهيبقى رابيد اونست بس شورت ديوريشن، يستخدم لفتره قليله جدا. ايوه يعني الاكشن بتاعه بيستمر لفتره قليله. طيب تالت حاجه بيعمل لايبريشن لحاجه اسمها سي او 2 which causes gastric distension and may precipitate perforation of gastric ulcer. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا شباب السي او 2 السي او 2 بيعمل حاجتين اتنين على مستوى المعده، بيعمل gastric distension دي حاجه، الحاجه الثانيه ان هو بيزود لي الاتش سي ال سكريشن كمان. تمام تمام بيزود لي الاتش سي ال سكريشن كمان، فالصوديوم بايكربونات ده بيزود لي السي او 2، فالسي او 2 يروح على المعده فيروح جاي يعمل لي جاستريك ديستنشن، ويروح جاي مزود لي السكريشن بتاع الاتش سي ال فيعمل لي جاستريك بيرفوريشن، بيرفوريشن للبيبتيك ألسر دي. تمام تمام. رابع حاجه ان هو بيعمل لي سولت ووتر ريتنشن ان بيشنت وذ هارت فيلير او هايبر تنشن او رينال انسفشنسي. تمام تمام ليه؟ لان دي املاح، الصوديوم بايكربونات ده املاح. تمام ولما اخد انا املاح هتزيد في الجسم فتعمل لي سولت ووتر ريتنشن، لما يكون عين هارت فيلير اصلا يعني عنده تورم وعنده مشاكل كتير، عين هايبر تنشن انا بديله مدرات للبول اصلا عشان الدنيا بتاعته تظبط والضغط بتاعه يظبط، عين رينال انسفشنسي ما بيخش اصلا. تمام فالحاجات دي كلها تعمل لي سولت ووتر ريتنشن. تمام يا شباب تمام. اخر حاجه اللي هو انتسد ريباوند فيز. يعني ايه انتسد ريباوند فيز؟ يعني الدواء ده بعد ما انا موقفه يا لهني الاسيديتي في المعده هتزيد جدا، اسمها ايه؟ انتسد ريباوند فيز. دي ممكن تحصل ليه؟ لان السي او 2 بتستيميوليت الاتش سي ال سكريشن. تمام تمام. نقول تاني السايد افكتس بتاعه السيستميك ابزوربابل انتسد اللي هي الصوديوم بايكربونات.
الصوديوم بايكربونات ده يمتص على مستوى الجسم كله، هو الكالين ولا اسيدك؟ الكالين، يبقى يعمل لي ايه؟ ميتابوليك الكالوزيس، دي رقم واحد. رقم اتنين هو بيمتص وبيشتغل على مستوى الجسم كله، فهو رابيد اكشن وشورت ديوريشن. تالت حاجه ان هو بيعمل حاجه اسمها ليبريشن اوف سي او 2. طب اما يطلع السي او 2 ده او سي او 2 ده تركيزه يزيد، هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين، هيعمل جاستريك ديستنشن وهيعمل لي حاجه اسمها انتاسيد ريباوند فيز. يعني السي او 2 ده هيروح يعمل لي ستيميليشن للبرايتال سيل وتروح جايه مطلعه الاتش سي ال، فانا ما عملتش حاجه. تمام. طيب اخر حاجه ان هو بيعمل حاجه اسمها سولت ووتر ريتنشن، فعيانين ايه؟ عيانين هارت فيلير ما مش مستحملين اصلا، عيان هايبرتنشن او عيان رينال انسفيشنس مش قادر يخرج اصلا، فكميه الميه عنده كتير فيعمل لي سولت ووتر ريتنشن. طيب ايه مزاياها بقى؟ بصوا يا شباب، هو سيستميك يعني له في كل حاجه. طيب المزايا بتاعته، لو هستخدمه كانتاسيد فهو حلو قوي قوي لعلاج البيبتيك ألسر او الريفلكس اوسوفاجايتس اللي هي التهابات الاسوفيجس تمام المريء. لو هستخدمه كالكالانايزنج ايجنت، الكالانايزنج ايجنت يعني حاجه قلوي تمام في علاج الاسيدوزس، يعني لو شخص عنده اسيدوزس اديه له صوديوم بيكربونيت الاسيدوزس دي تتعدل. طيب لو في اليو... لو اديته هيعمل ايه في اليورين؟ هيعمل يورين الكالانايزنج ايجنت. دي في حالات ايه؟ في حالات الاكسكريشن اوف اكسسيف بايكربونيت. ليه؟ لانه بيعمل اكسكريشن للاكسسيف بايكربونيت يورين الكالانايزنج ايجنت. طيب ده اخر حاجه تو ديسولف ميوكس ان ابر ريسبيراتوري تراكت. طيب نقولهم تاني، هم اربع حاجات. ايه هي المزايا بتاعه الصوديوم بايكربونيت؟ هم اربع حاجات. لو هستخدمه كانتاسيد علشان علاج البيبتيك ألسر والريفلكس اوسوفاجايتس، لو هستخدمه كالكالانايزنج ايجنت عشان اعالج بيه الاسيدوزيس اللي هي حموضه الدم، تالت حاجه كيورين الكالانايزنج ايجنت. ليه؟ هو بيزود السكريشن لحاجه اسمها اللي هي البايكربونات، والبايكربونات دي هي الكالين، فيعمل لي الكالينايزيشن اوف يورين. تمام تمام رابع حاجه هو بيديسولف الميوكس الموجود في الريسبيراتوري تراكت، يعني لو شخص عنده بلغم كتير على صدره ده بيعمل ديسولف للميوكس، وايه ويعمل له ايه عشان يبقى سهل ان هو ينطرد يعني. تمام تمام نراجع تاني على ايه؟ على السيستميك ابزوربابل انتاسيد. قلنا الصوديوم بايكربونات يا شباب حاجتين، له سايد افكت وادفانتجز. ايه السايد افكتس بتاعته؟ اول حاجه هو بيشتغل على مستوى الجسم كله، فممكن يعمل لي ميتابوليك الكالوزيس. تاني حاجه بيشتغل على مستوى الجسم كله برضه، فبيعمل لي ايه؟ بيبقى رابد انصت وشورت ديوريشن، بيشتغل لمده قليله. تالت حاجه هو بيطلع حاجه اسمها سي او 2، والسي او 2 دي بيزود حاجه اسمها سي او 2. السي او 2 ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين اتنين، بيعمل جاستريك ديستنشن فممكن يعمل لي بروفريشن للالسر، وبيزود لي السكريشن بتاع الاتش سي ال حاجه اسمها انتاسيد ريباوند فيز. اخر حاجه بيعمل لي سولت ووتر ريتنشن في عيانين ايه؟ الهارت فيلير، لو على خصوصا لو العين كمان هارت فيلير او هايبرتنشن او رينال انسفشنسي. المزايا بتاعته ان اربع حاجات، لو هستخدمه كانتاسيد في علاج البيبتيك ألسر، لو هستخدمه كالكالانايزنج ايجنت في علاج حموضه الدم الاسيدوزيس، لو يورين الكالانايزنج ايجنت في حالات الاكسكريشن اوف، ليه؟ ان هو بيعمل اكسكريشن لحاجه اسمها البايكربونات، والبايكربونات دوت الكالاين. اخر حاجه تو ديسولف الميوكس في الابر ريسبيراتوري تراكت، لو شخص عنده بلغم زياده او كده بيتاخد مع الجلسات، بيتاخد مع الجلسات علشان يديسولف الميوكس ده. تمام تمام نيجي للدواء اللي بعد كده. انا عارف والله ان انتوا الدنيا دخلت في بعضها وبتاع، بس ان شاء الله ان شاء الله لما تيجي تقرا المحاضره تاني او تقرا الورق الدنيا هتبقى سهله جدا معاك. يعني نيجي للاملاح بقى اللي هي النون سيستميك نون ابزوربابل. يعني ايه نون سيستميك ونون ابزوربابل؟ يعني بتشتغل على مستوى الجي تي بس. هل بتمتص في الجسم كله؟ لا. هل هتعمل لي ميتابوليك الكالوزيس؟ لا. هتعمل لي قلويه في الدم؟ لا، هي ما بتمتصش اصلا. تمام تمام هل هتزود لي سي او 2؟ لا، معظمها ما بيزودش السي او 2، حاجة واحدة بس هي اللي بتزود السي او 2 هنقول عليها دلوقتي. تمام؟ تمام. نبدأ أول حاجة بأملاح المغنيسيوم. تمام؟ المغنيسيوم فيه أربع أملاح منه، أوكسيد وهيدروكسيد، دول إخوات، ابن عمهم اسمه كربونات، وفي مغنيسيوم تراي سيليكيت. تمام؟ تمام. نبدأ الأول بالأوكسيد وهيدروكسيد. الأوكسيد والهيدروكسيد الأكشن بتاعهم واحد. تمام؟ عايزك بس تعرف إن المغنيسيوم هيدروكسيد ده اسمه حاجة اسمها ميلك أوف مغنيسيوم. حاجه اسمها ميلك اوف ماجنيزيا. تمام؟ يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك وات ذا ميلك اوف ماجنيزيا، هو المغنيسيوم هيدروكسيد، هيدروكسيد ميلك اوف ماجنيزيا. تمام تمام. طيب ايه المزايا بتاعه الاكسيد والهيدروكسيد بقى؟ هما بيطلعوا سي او 2؟ لا، ما بيطلعوش سي او 2، وما بيعملوش سيستميك الكالوزيس، وبيشتغلوا لمده طويله. تمام تمام. ليه؟ لان هما متخصصين في جي اي تي بس، ما بيمتصوش في الجسم كله. تمام تمام. طيب المغنيسيوم كربونات زيهم، بس الفرق ايه؟ ان هو بيزود السي او 2. ليه؟
اسمه يا جدع مجنيزيوم كربونيت. انا راضي ذمتك، كربونيت دي مش مالية عينك؟ يعني مجنيزيوم كربونيت ده مش هيطلع سي او 2؟ هيطلع سي او 2 طبعا، فممكن يعمل لي ايه؟ ريباوند اسيدوزيس، تمام؟ ريباوند اسيديتي، تمام؟ تمام. فهيزود لي الجاستريك اسيد سكريشن بسبب ان السي او 2 ده بيعمل ايه؟ ستيميوليشن للبارايتال سيل. نيجي لاخر واحد وهو المجنيزيوم ترايسيليكيت. المجنيزيوم ترايسيليكيت ده احنا قلنا ان هو برضو من الفيزيكال ايجنت، من الفيزيكال ايجنت، تمام؟ تمام. طيب يبقى المجنيزيوم ترايسيليكيت ده بيشتغل كحاجتين اتنين، كيميكال وفيزيكال. كيميكال وفيزيكال، كيميكال بيتفاعل كيميائيا عشان يعادل الاتش سي ال اللي موجود، وفيزيائيا ان هو بيعمل ادزوربشن للاتش سي ال كمان، تمام؟ تمام. ايه المزايا بتاعته؟ بسلو اونست ولونج ديوريشن، حلو قوي. تاني حاجة بيشتغل فيزيكالي وكيميكالي، جميل. بيطلعش ال اتش سي ال في سي او 2 في الاستومك، تمام؟ تمام. كلهم ما بيطلعوش سي او 2 في الاستومك ما عدا العقدة مجنيزيوم كربونيت، ده الوحيد اللي هتقول لك، هقول لك ان هو بيطلع سي او 2 برودكشن ان استومك، تمام؟ تمام. اخر حاجة في المجنيزيوم ترايسيليكيت ان هو نو ديستربنس ان اسيد بيز بالانس، تمام؟ ان هو ما بيعملش الكالوزيس ولا بيعمل سيستميك الكالوزيس ولا بيعمل حاجة، تمام؟ تمام. هنجمع بقى أملاح المجنيزيوم مع بعضها. املاح المجنيزيوم كلها اللي هي ايه؟ اوكسيد وهيدروكسيد وكربونات وترايسيليكيت. هنقول الحاجات المميزه فيهم كلهم. الاوكسيد والهيدروكسيد قلنا ما بيطلعوش كلهم ما بيطلعوش سي او 2 ما عدا المجنيزيوم كربونيت. كلهم ما بيعملوش سيستميك الكالوزيس او بيعملوش اسيد بيز ديستربنس. كلهم بيشتغلوا لمده طويله، تمام؟ تمام. المجنيزيوم هيدروكسيد قلنا له اسم تاني اسمه ايه؟ ميلك اوف ماجنيزيوم، تمام؟ تمام. كده احنا خلصنا اول حاجه املاح المجنيزيوم. نخش على تاني حاجه وهي املاح الكالسيوم، كالسيوم كربونيت. الكالسيوم كربونيت ده عايزك تعرف لي فيه كلمتين اتنين وهو مش مهم يعني. هو له رابد انصت ولونج ديوريشن برضه، تمام؟ وبينهبت الاكتيفيتي بتاعه البيبسين، بينهبت الاكتيفيتي بتاعه البيبسين، ودي حاجه مميزه له ان هو بينهبت الاكتيفيتي بتاعه البيبسين، تمام؟ تمام. نخش على اللي بعده اللي هو ايه؟ الالومنيوم سولتس، تمام؟ الالومنيوم سولتس كلهم زي بعض، تمام. اكتر واحد مميز هو الالومنيوم هيدروكسيد جيل اللي هو الايبيكو جيل ده. الايبيكو جيل ده هتلاقيه في الثلاجه بتاعه البيت المصري، كل البيوت المصريه كلها يعني، لو في حد عنده عيل صغير او كده، تمام. تمام. اسمه الايبيكو جيل ده اللي هو الالومنيوم هيدروكسيد جيل ده، بيشتغل كحاجتين برضو، كيميكالي وفيزيكالي. كده عرفنا حاجتين بيشتغلوا كيميكالي وفيزيكالي. الشاطر اللي ماسك الورقه والقلم هيقولهم لي دلوقتي اسمهم ايه. جميل. مغنيسيوم ترايسيليكيت والالومنيوم هيدروكسيد جيل بيستخدموا ككيميكال وفيزيكال، تمام. كيميكالي ان هما بيتفاعلوا يطلعوا لي ملح وميه، فيزيكالي ان هو بيعمل ديمولسنت اند ادزوربنت لل HCl ده، بيحطه على سطحه وبيأدزورب كمان حاجه اسمها ايه؟ البيبسين. البيبسين اللي هو الانزيم اللي بيطلع في المعده، هو بيعمل ادزوربشن. يعني الدواء ده بيكون مركب كولويدال سوليوشن يجمع على سطح ال HCl والبيبسين، تمام؟ تمام. اظن كده مفهوم. طيب ايه المزايا بتاعته؟ الالومنيوم هيدروكسيد جيل ده بياخد نفس الادفانتجز بتاعه المغنيسيوم ترايسيليكيت. طب لو انت شاطر قول لي الادفانتجز بتاعه المغنيسيوم ترايسيليكيت، انا معاك اهو. اول حاجه، اي دواء في الانتاسيدز اللي هو النون سيستميك ده بيشتغل لمده طويله ولا لا؟ كمان جميل، لونج ديوريشن. طب الدواء ده بيطلع سي او 2؟ لا، يبقى مفيش سي او 2 هيطلع، فمفيش ايه؟ اتش سي ال هيطلع، تمام. الدواء ده كيميكال له كيميكال وفيزيكال، بيشتغل كانتاسيد كيميكالي وفيزيكالي، صح ولا لا؟ صح. الدواء ده بيعمل سيستميك الكالوزيس؟ لا، تمام. تمام. كده احنا خلصنا الادويه بتاعت الانتاسيد. نراجعهم تاني مع بعض سريعا كده، معلش يا شباب. اول حاجه اللي هو املاح المغنيسيوم. قلنا املاح المغنيسيوم كلها ليها سكيما واحده في الادفانتجز بتاعتها، كلها ما بتطلعش سي او 2، كلها ما بتعملش ميتابوليك الكالوزيس او ما بتعملش اسيد بيز ديستربنس، وكلها بتشتغل لمده طويله، تمام؟ تمام. ايه المميز فيهم؟ المميز حاجه اسمها مغنيسيوم هيدروكسيد، ده اسمه ميلك اوف ماجنيزيوم. المغنيسيوم كربونيت ما بيطلع سي او 2 برودكشن، تمام؟ فهيزود لي الاسيديتي. مغنيسيوم ترايسيليكيت بيشتغل كفيزيكال انتاسيد وكيميكال انتاسيد، تمام؟ تمام. الكالسيوم كربونيت بينهبت الاكتيفيتي بتاعت البيبسين، كالسيوم كربونيت بينهبت الاكتيفيتي بتاعت البيبسين. طيب الالومنيوم هيدروكسيد شيل قلنا زيه زي المغنيسيوم ترايسيليكيت بالظبط، كيميكال وفيزيكال انتاسيد، تمام؟ تمام. وفهمنا ازاي؟ في حاجه اسمها ماجلدريت، تمام؟ اللي هو الريوبان
ده دراج اسمه ريوبان، تمام. وفي الومنيوم فوسفيت جيل برضو زي الالومنيوم هيدروكسيد جيل كده، تمام تمام يا شباب. نيجي لاخر حاجه بقى اللي هي الادفيرس رياكشن بتاعت الانتاسيدز. احنا قلنا الانتاسيدز يا شباب في منها سيستميك وفي منها ايه نون سيستميك. نبدا بالسيستميك. الادفيرس افكت، جمعنا الادفيرس افكت بتاعت السيستميك كده. السيستميك اللي هو ايه؟ اللي هو الصوديوم بايكربونيت. الهاي صوديوم كونتنت ممكن تاثر لي على ايه؟ الكاردياك والرينال والهيباتيك بيشن. ليه؟ الصوديوم وحش جدا للحالات دي. ليه؟ تمام تمام يبقى الهاي صوديوم كونتنت وحشه جدا علشان الكاردياك والرينال والهيباتيك بيشنز. جميل جدا. الصوديوم بايكربونات ممكن يعمل لي سيستميك الكالوزس، تمام تمام طيب. تالت حاجه، في حاجه اسمها ميلك الكالي سيندروم، تمام. الميلك الكالي سيندروم دي بتحصل مع حالات ايه؟ مع الهاي كالسيوم بي اند بيز انتيك، تمام. هاي كالسيوم اند بيز انتيك بيحصل حاجه اسمها ميلك الكالي سيندروم، تمام. دي بتتميز بايه؟ بثلاث حاجات: هايبوكالسيميا، الكالسيوم قليل، الكالوزس، قلويه في الدم، ورينال فيليا، تمام. ميلك الكالي سيندروم بتتميز بثلاث حاجات: هايبوكالسيميا، الكالوزس، رينال فيليا. هايبوكالسيميا، الكالوزس، رينال فيليا، تمام تمام. نيجي بعد كده في حاجه اسمها الومنيوم كونتيننج انتاسيد. الالومنيوم كونتيننج انتاسيد دي ممكن تعمل لي ايه؟ ممكن تعمل لي فوسفيت ديبليشن، تمام. طبعا ما عدا الالومنيوم فوسفيت طبعا، لان الالومنيوم فوسفيت فيه فوسفيت، تمام. لكن طبيعه املاح الالومنيوم بتمنع لي الفوسفيت، فبتعمل لي فوسفيت ديبليشن. طيب المغنيسيوم والالومنيوم ممكن يعملوا لي رينال فيلير، لان هم املاح تقيله، تمام تمام. اخر حاجه بان هم ان ال ال الانتاسيدز دي بتاثر لي على الباول، تمام. الباول هابتس بتغير لي الباول هابتس. ليه؟ في حاجات بتعمل كونستيبيشن وحاجات بتعمل دايريه. الوحيد اللي بيعمل دايريه هو المغنيسيوم. لاكسيتيف 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 يعني ملين. الكالسيوم والالومنيوم بيعملوا كونستيبيشن، تمام تمام. نراجع الادفيرس الاكشن بتاعت الانتاسيدز تاني على السريع كده. اول حاجه ان هي بتقلل ايه؟ بتقلل الباول هابتس، بتقلل الباول هابتس. ليه؟ في حاجات بتعمل كونستيبيشن وحاجات بتعمل دايريه. الحاجات اللي بتعمل كونستيبيشن سي اي سي اي سي، كالسيوم الومنيوم كونستيبيشن، تمام. ام ال مغنيسيوم لاكسيتيف، لاكسيتيف يعني ملين، تمام تمام. تاني حاجه قلنا الهاي صوديوم كونتنت اللي هو الحاجات السيستميك. الهاي صوديوم كونتنت وحش علشان الكاردياك والرينال والهيباتيك بيشنت. والهاي صوديوم كونتنت برضه ممكن يعمل سيستميك الكالوزيس، اللي هو الصوديوم بايكربونات ممكن يعمل سيستميك الكالوزيس. طيب الكالسيوم بيزد انتاسيدز ممكن يعمل لي ايه؟ ريباوند هايبر سكريشن، ريباوند هايبر سكريشن، ريباوند هايبر سكريشن، تمام تمام. والكالسيوم الكالسيوم كونتيننج انتاسيدز ممكن تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ممكن يعمل لي حاجه اسمها ميلك الكالي سيندروم. ميلك الكالي سيندروم دي بتتميز بايه؟ بثلاث حاجات، سمعهم لي يلا: هايبوكالسيميا، الكالوزيس، ورينال فيلير. جميل جدا. في حاجه اسمها الومنيوم كونتيننج انتاسيدز دي بتاثر على الفوسفيت وبتعمل فوسفيت ديبليشن، طبعا ما عدا الالومنيوم فوسفيت، لان الالومنيوم فوسفيت فيه فوسفيت اصلا، تمام تمام. اخر حاجه المغنيسيوم والالومنيوم بيعملوا لي رينال فيلير. ممكن يعملوا لي رينال فيلير على، ممكن يحصل لهم ريتينشن في حالات الرينال فيلير علشان هم من املاح التقيل، تمام يا شباب تمام. نيجي لاخر حته واهم حته اللي هي الايرديكيشن بتاعت الاتش بايلوري. بس في الاول كده عايزين نشوف صور على الحاجات دي كلها. بصوا يا شباب، ده سيستميك انتاسيد. اول حاجه ده الصوديوم بايكربونيت، ده شكل الصوديوم بايكربونيت يا شباب، تمام. ده المغنيسيوم اوكسايد، تمام تمام. ده ال ال الكربونيت، ال الكربونيت اللي هو المغنيسيوم كربونيت، تمام تمام. وده الميلك اوف ماجنيزيا. لو انت شاطر الميلك اوف ماجنيزيا ده اللي هو كان ايه؟ كان ماجنيسيوم هيدروكسيد. جميل جدا. طيب نيجي لاخر واحد اللي هو الايبيكو جيل. الايبيكو جيل ده اللي هو ايه؟ المونيوم هيدروكسيد جيل. طيب الكالسيوم، الكالسيوم كربونيت، هو ده الكالسيوم كربونيت. يبقى ده الكالسيوم كربونيت، ده المونيوم هيدروكسيد جيل اللي هو الايبيكو جيل، ده الميلك اوف ماجنيزيا اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد، ده المغنيسيوم اوكسيد، ده المغنيسيوم كربونيت، تمام. وفي مغنيسيوم تراي سيليكيت، وفي الصوديوم باي كربونيت، تمام تمام. دي الصور. نيجي لاخر حاجه شباب، وهي الايراديكيشن اوف اتش بايلوري. بص يا شباب، الايراديكيشن اوف اتش بايلوري ده بيتحفظ بس بس، تمام تمام. طيب الديوريشن بتاعتهم كلهم هم 3 لاينز. في فيرست لاين بمشي عليه، في سكند لاين، في ريسكيو ثيرابيز بلحق بيه العيان لو الفيرست والسكند لاين فشلوا، تمام تمام. الفيرست لاين بيتاخد من 7 ل 10 ايام،
السكند لاين من 10 ل 14 يوم. حلو الكلام، حلو الكلام. الفيرست لاين اتسكموا الادويه بتاعتهم بحاجه اسمها ام خلفت بيبي سمتها كلارا. ام خلفت بيبي سمتها كلارا، ام اموكسيسيلين، ام يعني اموكسيسيلين. تمام. خلفت بيبي اللي هو البيبي اي بروتون بامب انهيبيتور، سميتها كلارا كلاريثروميسين. تمام. الفيرست لاين ثيرابي، ام خلفت بيبي سميتها كلارا، ام اموكسيسيلين، خلفت بيبي بي بي اي اللي هو البروتون بامب انهيبيتور سميتها كلارا كلاريثروميسين. يبقى الفيرست لاين ثيرابي اموكسيسيلين بروتون بامب انهيبيتور وكلاريثروميسين. جميل جدا. السكند لاين ثيرابي يا شباب حاجه اسمها بيتر بام. بيتر بام دي الادويه اللي موجوده في السكند لاين ثيرابي كلها. بيتر بام، بي اللي هو البي بي اي، تي اي تترا سايكلين، بام البي في بام حاجه اسمها بيثماس كومباوند. لو انتوا فاكرين بقى ومذاكرين البيثماس كومباوند اللي هو حاجه من الـ من اللي هو الـ من الميوكوزا البروتكتيف ايجنت. تمام. اي ام اموكسيسيلين. تمام. واعملوا حسابكم يا شباب في السكند لاين مفيش اتنين انتيبيوتكس بيتجمعوا مع بعض، يعني التترا سايكلين والاموكسيسيلين ما يتجمعوش مع بعض، اي حاجه من الاثنين. تمام. سواء الاموكسيسيلين يعني الاموكسيسيلين والتترا سايكلين بيتاخدوا مع بعض عادي. تمام. لكن ما ينفعش تجمع لي الاموكسيسيلين مع المترونيدازول. تمام. اموكسيسيلين او مترونيدازول، اي واحد من الاثنين، ما ينفعش الاثنين مع بعض. جميل جدا. يبقى السكند لاين ايه؟ بيتر بان. بي اللي هو بي بي اي، تي اي تترا سايكلين، البي تانية بتاعت بيتر بام اللي هو البيثماس كومباوند. جميل. والاي ام اموكسي سيلين والام مترونيدازول. تمام. طيب الدواء ده بيشتغل ازاي بقى؟ بتقول يا عم ستاندرد دوز اوف بي بي اي، بدي العين ده بي بي اي وحاجه من الاثنين، يا مترونيدازول يا اموكسي سيلين مع تترا سايكلين وبيزماس. تمام. مع تترا سايكلين وبيزموس. يبقى البي بي بي اي اساسي، تترا سايكلين اساسي، بيثماس اساسي، الحرفين الاخر باخد منهم واحد يا اموكسيسيلين يا مترونيدازول. تمام. يبقى بيتر بام بي بي اي بدل العيان في السكند لاين ثيرابي بيتر بام، البي بي بي اي، التي اي تترا سايكلين، البي بيثماس، واي حاجه من الاثنين الاخر يا اموكسيسيلين او مترونيدازول، اي واحد من الاثنين دول. تمام. نيجي للريسكيو ثيرابي اللي هو لو الفيرست والسكند لاين فشلوا بخش على الريسكيو ثيرابي ده. الريسكيو ثيرابي ده بيتكون من ايه؟ يا اما نهدي العيان بي بي اي مع اموكسيسيلين مع ليفو، بي بي اي مع اموكسيسيلين مع ليفو فلوكساسين، او هدي للعيان الفيرست لاين زائد تيني دازول. الفيرست لاين ده اللي هو ايه؟ ام خلفت بيبي سميتها كلارا، ام اموكسيسيلين خلفت بيبي اللي هو بي بي اي وكلارا اللي هو كلاريثروميسين مع تيني دازول. تمام. مع التيني دازول. يبقى الريسكيو ثيرابي يا شباب بيتكون من ايه؟ في حاجتين في الريسكيو ثيرابي، يا اما هدي بي بي اي واموكسيسيلين وليفوفلوكساسين، يا اما هدي الفيرست لاين ثيرابي اللي هو ام خلفت بيبي سميتها كلارا مع تيني دازول. تمام. طيب حاول تبعد وشك عن الشاشه وانا هقول لك سمعني الفيرست لاين ثيرابي. فيرست لاين يعني ام خلفت بيبي سميتها كلارا، عشان الثيرابيز دي مهمه جدا جدا يا شباب، والله العظيم الثيرابيز دي مهمه جدا 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 وهيسالوك فيها في الامتحان. الفيرست لاين ام خلفت بيبي سميتها كلارا، ام اموكسيسيلين، بيبي بي بي اي اللي هو البروتون بامب انهبيتور وسميتها كلارا كلاريثروميسين. السكند لاين بيتر بام، البي الاولى بروتون بامب انهبيتور، التي اي اللي هو بتوع بيتر، التي اي تترا سايكلين، البي اللي بعدها بتاع بام بيثماس، دول الاساسيين الثلاثه الاساسيين اللي هم بي بي اي وتترا سايكلين وبيثماس كومباوند، الحرفين الاخر باخد منهم واحد يا اموكسيسيلين يا مترونيدازول. تمام. الريسكيو ثيرابي قلنا حاجتين اتنين، يا اما نبدل العيان بي بي اي واموكسيسيلين وليفوفلوكساسين، يا اما نبدله الفيرست ريجيمن وازود عليها التيني دازول. اللي هو ايه الفيرست ريجيمن؟ ام خلفت بيبي سميتها كلارا، بي بي اي كلاريثروميسين اموكسيسيلين مع تيني دازول. تمام. اظن كده حفظنا الايراديكيشن بتاع الاتش بايلوري كلها
بالريجيمنز سواء فيرست لاين او سكند لاين او الريسكيو ثيرابي. نسمع على طول الفيرست لاين والسكند لاين والريسكيو ثيرابي سريعا كده كمان علشان الموضوع ده مهم. اول فيرست لاين ام خليفه بيبي سميتها كلارا، اموكسيسيلين بي بي اي كلاريسوميسين. سكند لاين بيتر بان بي 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 اي تي اي تترا سايكلين البي بتاع البام بيزماس كومباوند، او الحرفين الاخر باخد منهم واحد يا اما الاموكسيسيلين يا اما مترونيدا زول. الريسكيو ثيرابي يا اما بدي العيان بي بي اي واموكسيسيلين وليفوفلوكساسين، او بديله الفيرست لاين معاه دواء اسمه تيني دازول. تمام تمام نيجي للاسئله المهمه بقى في الاخر كده. Which of mucosal protective agent used in eradication of H. pylori؟ ايه الدواء اللي بيستخدم في الإيراديكيشن بتاع H. pylori من mucosal protective agent؟ جميل، البيزماس كومباوند، شاطر. تاني حاجه بيقول لك الانتي سيكريتوري دراجز يوزد ان ايراديكيشن اوف اتش بايلوري، ايه الادويه اللي بتستخدم في الايراديكيشن بتاع الاتش بايلوري بس انتي سيكريتوري؟ طبعا هو في غيره الكوماندا بتاعهم اللي هو البروتون بامب انهيبيتور. وكده شباب نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع، واسف لو طولت عليكم. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب، السلام عليكم.